زائرين من النجف إلى كربلاء، وكل هذه الحشود الآتية من كل صوب ومن كل مكان ساعية عشقاً وحباً، رغم طول الطريق، رغم الحرارة، رغم كل هذا الألم الذي يستشعرونه في أقدامهم، الذي يستشعرونه على مدى هذا الطريق. مثلما هم يسيرون إلى الإمام الحسين في هذه الأيام، هناك الكثير ممن هم ليسوا فرضاً شيعة ولكن ساروا للإمام الحسين على مدى حياتهم، باحثين عن حقيقة ما، باحثين عن معرفة ما، باحثين عن قيم تكاد انعدمت اليوم في هذه الأيام، باحثين عن أصل وحقيقة ثورة الإمام الحسين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الكثير من هذه الأمور، وكان في ضيافتنا الأب الراهب أنطونيوس حنانية الذي ذكر عشقه للإمام الحسين وسار في حياته للتعرف على آل بيت رسول الله. وصلنا إلى حديثنا عن القيم الإنسانية، وكان سؤالي له: هذه القيم الإنسانية اليوم تكاد تكون منعدمة، كيف يمكن لثورة الإمام الحسين اليوم أن تعيد هذه القيم، أن تعيد البناء؟ وفي نفس الوقت تحدثنا أن حقيقة هذه القيم والكرامة الإنسانية التي لأجلها خرج الإمام الحسين سلام الله عليه، الإعلام المضلل يخفيها، بل يركز على أشياء كثيرة تكاد تكون تبعدنا عن حقيقة الإمام الحسين. سألناه واليوم نكمل معه إن شاء الله تعالى مسيرنا إلى الإمام الحسين. أبونا أهلا وسهلا من جديد. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف المسير؟ الحمد لله كل شيء تمام، كله ماشي. الشوب ماشي حالي. يعني أنتم أخذتم طريق للإمام الحسين في الحياة والآن تسيرون على الخطى للإمام. نسير على الخطى لاسترجاع ما فقدناه في بداية الكنيسة الفلسطينية. نعم، هذا الجانب الروحاني. هذه العائلة نحن معنيون بها. الله عليك. فلذلك السبب كرامة هؤلاء هي من كرامة شعبنا. أحسن. وكنيستنا أيضا. المرة الحلقة الماضية أبونا سألنا عن قيم الإمام الحسين. نعم. اليوم أبونا للأسف الشديد نرى مظاهر كثيرة تكاد يروج لها هي بالأساس في ظاهرة الإمام الحسين. اليوم أول ما نقول كربلاء أو نقول كلمة الأربعين أو نقول ثورة الإمام الحسين، يطرأ على أذهان الناس اللطم، التطبير، الدماء، كل هذه الواجهة وهذه السلوكيات. هل أنتم تظنون أن للإعلام دور في نقل الحقيقة وعنده أيضاً العكس، الدور في التضليل عن الحقيقة؟ الذي شوه في بداية المسيحية مع المسيح وشوه في بداية الإسلام هو اليوم يشوه، ولكن بصورة مختلفة وتحت ظل مختلف، ولكن العدو هو العدو. نعم. وعدو الخير هو عدو الإصلاح. نعم. وهو عدو تصحيح ما هو خطأ. نعم. وهذا يأتي من الاستكبار. نعم. والاستكبار يأتي من الشيطان، ونراه اليوم في كل هذا، كل أساليب التضليل عن حقيقة هذا النور. نعم. المحمدي القائم من الإمام الحسين. ومثل ما قلتم يعني هذا التضليل أيضا سائر من سنين السنين مع الأنبياء أيضا. أبونا اليوم هذه القيم الإنسانية التي لأجلها ثار الإمام الحسين والتي هي أسس، نحن نعلم أن القيم الإنسانية يمكن أن نجمعها ومعظمها يأتي تحت رايات معينة، أنها تندمج في الأخلاق، تندمج في الإيمان والدين، في الاستقلالية، في الانتماء، أيضا في العادات والتقاليد. اليوم نلاحظ أنه هناك مشروع يكاد يكون نفس المشروع الذي جهز له يزيد بن معاوية، والمشروع الأموي لهدم القيم الإنسانية التي جاء بها هذا الدين الإسلامي. هل رؤيتكم أن ذات القيم من سيدنا عيسى تتشابه في القيم التي لأجلها ثار الإمام الحسين؟ نحن قلنا أن العدو الذي اضطهد المسيح هو العدو الذي اضطهد الإمام الحسين، هو نفسه. ومن كيف يمكن أن نقارب لمتابعينا هذه الرؤية أن العدو هو نفسه؟ هو نفسه، لأن الذين قاوموا المسيح هم الفريسيون اليهود الذين بسبب فضوليتهم شطحوا في التفاسير وعقدوا تعاليم الله. نعم. وعندما نرى الإمام الحسين ونرى هناك من عقد التعاليم
الرسولية، نرى أن الإمام الحسين أراد إصلاح هذه التعاليم والعودة إلى نقاوة وصفاء التعاليم الأولى. فنرى أن الفساد سيطر في كل مكان، والإمام الحسين اعترض على هذا الفساد كما اعترض المسيح على فساد الفريسيين وكهنة الهيكل آنذاك. لذلك السبب نحن نرى تشابهاً كبيراً بين شخصية المسيح وبين شخصية الإمام الحسين، وهم يعني لهم علاقة ببعضهم البعض من حيث البيئة ومن حيث الخلفية السامية. وهذا طبعاً شعور متبادل وعادات متشابهة بين هذه الشعوب القديمة. وأعتقد أن هو الحقيقة لما ننظر إلى وفاة الإمام الحسين اليوم، هذه الثورة جاءت لكي تحفظ وتحمي ما سميتموه بالسامية. هذه السامية التي لأجلها أنتم بحثتم عن آل البيت. الإمام الحسين لما ثار، ولعلي أتوجه إلى متابعينا الكرام بهذه الرؤية الخاصة، أنه اليوم في ظروفنا وفي هذا الاستكبار الذي تعيشه الإنسانية كافة وليس فقط يعيشه فئة أو طائفة معينة من الإسلام، نحتاج إلى إعادة بناء القيم اليوم من خلال السوشيال ميديا، من خلال ضياع الأخلاق، من خلال هدم الأسرة، من خلال هذا التتفيه أو نشر التفاهة. أبونا لعلكم تشاطروني الرأي، هو أسلوب جديد أو أداة جديدة لمحو هذه القيم. إذا محيت هذه القيم، محي معها كرامة الإنسان. إذا محيت كرامة الإنسان، ماذا بقي؟ إذا أردنا أن ننظر إلى الماضي، سنرى أن المسيح وهؤلاء المقربون إلى المسيح شرذموا في كل مكان. بعد الثورات المتتالية، كما تشرذم أفكارنا اليوم أبونا، والاضطهادات. وأيضا حتى عائلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شرذمت. شرذمت إلى أشلاء. وحتى أهل البيت يعني لوحقوا حتى إلى أطراف الهند. يعني اضطروا إلى الهروب من هذا البطش وهذا الاضطهاد. والمسؤول عن هذا البطش وهذا الاضطهاد هو عدو اليوم الذي يبلبل ويضلل في كل مكان التعليم، من تربوية إلى اجتماعية إلى نفسية. وابتدأوا بذلك منذ الثورة الفرنسية. منذ الثورة الفرنسية والحرب على الديانة والدين. يفسدون، يحرضون الشعب على الفساد لكي يهيمنوا ولكي يندمجوا في هذا المجتمع ويطرحوا البديل. ذكرتموني في قولة للفيلسوف الصيني سانزو، قال 500 سنة قبل الميلاد، قال: القتال أن لا تقاتل أبدا. عجيب ها؟ قال: وإنما اكسر كل شيء ذو قيمة عند عدوك حتى يصبح إدراك عدوك مخلخل لدرجة أنه لا يمكن أن يدرك أنك عدوه أصلاً. اليوم أبونا نعيش هذا الأمر، نعيش، وللأسف الشديد الأمر لا يخص المسلمين، أنا سأقول لا يخص طائفة معينة، لا يخص انتماء معين، وإنما الأمر قائم على الإنسانية كاملة. اليوم مركزين على الجانب الروحاني في كل قيم الإسلام، وخاصة في كل قيم المسيحية أيضا، وفي كل قيمة نورانية ثابتة، لكي يقطعوا هذه العلاقة مع الخالق، هذه العلاقة التي لأجلها ثار الإمام الحسين. للأسف الشديد اليوم مولانا يستعملون بقوة الإعلام ليبثوا أن ثورة الإمام الحسين تقف فقط على هذه الممارسات التي طائفة قليلة تقوم بها، وهذه الممارسات تكاد تكون دخيلة على أصول المجالس في عزاء الإمام الحسين أو في الأربعين. أنا بحثت لفترة عن هذه الممارسات ووجدت أنها لا، يعني ما أكثر من 100 سنة أصبحت موجودة، وكل سنة توجد ممارسات جديدة. أنا أريد أن أعرف من عين مسيحية لما ترى هذه الممارسات، ما هو انطباعكم؟ ما رؤيتكم لهذه الممارسات؟ هذه الرؤية هي تشخيص لغدة سرطانية تدخل في الجسم بطريقة غير مرئية، تندمج بالجسم
يصبح هذا الجسم مريضاً مخلخلاً، ومع الوقت تنكشف لهذا الإنسان العليل المريض حقيقة دخول الغدة السرطانية إلى جهازه يعني. نعم، أنا للأسف الصراحة أرى أنه كل ما هو اليوم يفرق بيننا، أي خطوة أو محاولة للتفريق ستكسر ظهر أول شيء الأمة الإسلامية، ثاني شيء الإنسانية، ونحن وأنتم في المصيبة سواء تقريبا. ما رأيكم؟ نحن نقول في هذا السياق إن القداسة تعلو فوق حواجز الانقسامات والكراهية. نعم. لذلك عندما نحلق عاليا في الروحانيات نصل إلى مكان مرتفع لا حواجز فيه. حسنت. فالقداسة هي ليست ملك لديانة أو طائفة، القداسة هي نحن نقول أن الله زرع بذار الحكمة في كل مكان. نعم. ونقول عن هذه البذار هي هذا المسيح النائم في كل الأديان وفي كل البلدان، ونقول على هذا المجتمع أن يعي المسيح بطريقته، أن يفهم المسيح بطريقته، وقد يفهم فيما بعد الحسين بطريقته، ويفهم أن لرسالة الحسين صدى في حياة هذا الشعب وهذا البلد. ولذلك السبب قد تتكاتف الشعوب جميعها تحت راية العدل، نحتاج إلى هذه والإنسانية، ولكن على أن تكون القيادة لها بصيرة بعيدة المدى وقلبا محبا بعيدة عن التعصب، قلبا صافي يخرج من عالم المادي إلى العالم الباطن الروحاني، بعيدا عن التعصب والتكفير وتكفير الآخرين. أحسنتم. يعني أن نبني الحوار بدل الجدل. نعم، هذا ما نريد. أن نجد نقاط التقارب التي تجمعنا وليس العكس، أن نجد نقاط الفرقة، لأنه اليوم هذه الفرقة هي سلاح في يد العدو من باب فرق تسد. فكل ما زادت الفرقة كل ما استغل العدو، أو لعله يؤججها ويجهز كل ما في إمكانه من الأسلحة لكي يقوي ويؤجج هذه الفرقة. من يسبب الفتن هو الشيطان طبعا، ومن يفتن، وهذا من مرض النفس. نعم. وهذا من غياب الجانب الروحاني وعبادة النرجسية. أحسنتم. والاستعلاء فوق أحسنتم. الآخرين أحسنتم. أما الأنبياء والأولياء نرى التواضع في حياتهم. أحسنتم. البساطة والزهد. صحيح. لأنهم يعني الإنسان يعرفون كلما يقترب من العلاقة العمودية مع الله سبحانه وتعالى سيكون في هذا الجانب الروحاني، كلما يبتعد سيكون في هذا الجانب الشيطاني الظلماني. وفي حتى نصل لعبادة النفس اليوم مولانا، نعرف إن كنتم على علم أنه يتم الترويج للعديد من أنواع الإلحاد ويتفننون فيها. نكمل أبونا مع الجانب الروحاني ولكن بعد الفاصل إن شاء علمني آدابك، حاسبني عيد عينك، بس لا تسيد بابك، ما رايد إحراجك، بس أنا من يحتاجك، لا تقطع أفضالك. نعود من بعد الفاصل ونكمل مع الإلحاد الروحي. تحدثنا منذ قليل أبونا وقلت لعلكم تعلمون أنه اليوم يتم الترويج للعديد من أنواع الإلحاد الروحي. صحيح. ومن أخطرها هو الإلحاد الذي يهتم بالذات بمحو العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. صحيح. بل زرع حتى هذا الكبر وهذه الأنا في الأشخاص. صحيح. هل طلعتم على هذا الأمر؟ طبعاً. رأيتم هذا الموضوع؟ طبعاً. تمام. أخبرونا ولعله نفيد أيضا متابعينا حقيقة.
نحن نؤمن هذا. يعني هناك منذ الثورة الفرنسية وضعوا الإنسان مكان الله، فأصبح الإنسان هدف العبادة. فنحن نرى هؤلاء يحاولون قلب المعايير والمقاييس في العالم، وهذا هدفه أن يهيمنوا على العالم ويفرضوا معتقداتهم على العالم، وللأسف هي معتقدات شيطانية. لأننا نقول نحن في كتبنا الشريفة هؤلاء الذين يقولون بأنهم يهود وهم ليسوا بيهود، إنما هم مجمع الشيطان. وهذا الحديث منذ 2000 عام. أما نحن اليوم عندما نرى أن بعض من هؤلاء الذين يدعون بأنهم ينتمون إلى شعب معين زي شعب بني إسرائيل لا ينتمون إلا إلى الخزارية. إذن الحقيقة هو نرجع أبونا بانتمائهم وبالرؤية التي طرحتموها الآن، نرجع إلى صراع شيطاني ضد صراع ضد حقيقة نورانية، يعني صراع بين الخير والشر. صحيح. صراع صحيح. بين الظلم وبين الحق وبين في داخل الإنسان نحن نعيش هذا الجانب أيضا. صحيح. يعني من بداية الخلق ومن آدم ومن لما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى أن يسجد إبليس لآدم ونحن في هذا الصراع. إذن اليوم خروج الإمام الحسين سلام الله عليه وثورته وكل هذه الجموع التي نستشعر الآن بعد هذا التوقيت المتأخر وبعد صلاة الفجر، نستشعر هاي الجمالية الروحانية، هاي القلوب التي سائرة إلى الإمام الحسين وهي طالبة لإعادة هذا الوصل الروحاني. نعم. اليوم حقيقة ثورة الإمام الحسين هي لها بعد ظاهر، ولكن نحن نعيشها أيضا في دواخلنا، أنه هذا الجانب الروحاني اللي ملتمسينه اليوم في هالفيلم الشاية وفي بعد حقيقة الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين، واللي نفس البعد اللي عند سيدنا عيسى، هل ليس هو من باب تسليم هذا القلب لله سبحانه وتعالى؟ تسليم القلب لله تعالى وضبط النفس الأمارة بالسوء، هذا هو، وضبط المغالاة، هذا هو، لأن المغالاة مخيفة جدا. هذا هو أبونا. يعني المغالاة هي فضولية الشطوح أن نشطح بالأفكار. أنا معك. فأنا أريد أن أقول أبونا اليوم أن ثورة الإمام الحسين هي ثورة روحانية نورانية ضد عالم شيطاني كما كان مسير سيدنا عيسى عليه السلام. هذه الثورة التي نحن نعيشها في داخلنا في بواطننا، نعيشها ونسير لكي نعيد هذا الرابط مع الخالق سبحانه وتعالى اليوم من طريق المشاية مع جانب الروحنة، مع جانب الحب، مع جانب العشق الذي نستشعره رغم التعب رغم الألم رغم كل هذا الأذى الذي يعيشونه هم سائرون إلى الإمام الحسين. الإمام الحسين ليس فقط للشيعة، الإمام الحسين ليس انتماء لطائفة معينة، الإمام الحسين مثل ما قال أبونا في مقام أعلى للإنسانية. تريدون أن تقولون كلمة أخيرة؟ أريد أن أقول أن وعينا في الكنيسة الفلسطينية على بداية الإسلام والمودة التي كانت تربطنا بالإسلام القديم الصحيح السموح قبل أن يتدخل الشيطان. نعم. كما تدخل في المسيحية. نعم. ويفتن ويقلب. أنا أريد القول أنا اليوم في هذا المكان وفي بحث للإمام الحسين لكي يبقى هذا الجانب الروحي كما هو ولا يدخل العدو ويحول هذا الجانب الروحي أحسن الله إلى شيء آخر. إذن فنحن وثورة الإمام الحسين على نفس الطريق. أحبابنا ومتابعينا، شكرا على وجودكم، شكرا على متابعتكم، شكرا على سيركم من أي مكان أتيتم. أشكرك الأب الراهب أنطونيوس على هذه الحلقات الرائعة ولهذه اللمسات الروحانية. الشكر لكم. أهلا وسهلا بك. واستمتعنا. شكرا معك. شكرا متابعينا وأحبابنا، نكمل إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة في برنامجنا في طريقي إلى الحسين على طريق المشاية ذهابا إلى الحبيب إلى العشق إلى الإمام الحسين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.